صورة على منصة إنستغرام لدمار غزة مكتوب عليها نصلي لإسرائيل. الناشر المغني الكندي جاستن بيبر. المنشور يثير عاصفة من الاستهجان فيسارع بيبر إلى مسح المنشور. الممثلة الأمريكية جيمي لي كيرتز تأتي بشيء أكثر فظاعة على حسابها على إنستغرام، فتنشر صورة لأطفال مروعين يترقبون سقوط صواريخ عليهم من السماء، وكتبت إرهاب من السماء إلى جوار علم إسرائيل، ثم تسارع إلى مسحها بعد أن ينبهها الناس إلى أن الجاني في الصورة هو دولة الاحتلال. ليت الأمر توقف عند ذلك، بل إن لجاناً إلكترونية روجت لمنشورات المشاهير في كندا والولايات المتحدة الداعمة لإسرائيل بقوة، وكثير من تلك المنشورات إما مزيف بالكامل مثل الحديث عن قتل حماس 40 رضيعاً، أو يعتمد على صور تدين إسرائيل أصلاً. 156,963 منشوراً يروج لمعلومات مضللة، 3.9 مليار وصول محتمل، 98,946 حساباً مشاركاً في حملة التضليل. الحسابات التي تقود الحملة الإلكترونية مفضوحة بطريقة غريبة، فغالبها يحظى بأقل من 100 متابع، وثلثها غير محدد الجنس، عدا أنها تغرد بطريقة القص واللصق أو الإغراق. لم يتخيل أحد أن لجاناً داعمة لإسرائيل ستكشف للعالم الدمار الذي سببته آلة الاحتلال لقطاع غزة، وأن من سيتورط في تعريف العالم على الصور الجوية هذه فنان كندي. وما كانت لمعاناة أطفال غزة لتنتشر لولا أن ممثلة أمريكية اختارت نشر هذه الصورة تحديداً من أحد مدارس الأونروا في القطاع المحاصر، لكنها يد القدر.